الباسلة تواصل تطهير أرض الوطن من رجس الإرهابيين، ففي ريف حمص بالقصير طهر بواسل قواتنا قرى عدة، منها الدمينية الغربية والحيدرية، ودمروا أوكار الإرهابيين. تم السيطرة اليوم على مناطق عش الورور التي تقع بين كمام ودمين الغربية والحيدرية. سقطت في بضع ساعات. بعملية نوعية للجيش العربي السوري تم إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات الدمينة الغربية والحيدرية وعش الورور بريف القصير، بعد القضاء على العصابات المسلحة التي كانت تقوم بأعمال قتل ونهب وسلب للممتلكات العامة والخاصة. دخلنا برفقة بواسل الجيش العربي السوري إلى بلدة الدمينة الغربية بعد أن قام الجيش بإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه البلدة، كما نشاهد آثار التخريب والحرق التي قامت به المجموعات الإرهابية داخل هذه البلدة قبل أن تندحر بفضل بواسل الجيش العربي السوري. نحن داخل أحد منازل المواطنين في بلدة الدمينة الغربية. كالعادة العصابات المسلحة تقوم بحفر الأنفاق داخل بيوت المواطنين لاتخاذها ممر ووكر لها للاعتداء على المواطنين ولنقل السلاح والذخيرة عبر هذه الأنفاق. أيضا مدرسة أبو العلاء المعري في قرية الدمينة الغربية نشاهد كيف قام المسلحون بتفخيخ جدران المدرسة عبر العبوات الناسفة وتخريبها ومنع الطلبة من الوصول إلى هذه المدرسة. بعد قرية الدمينة الغربية وصلنا إلى بلدة الحيدرية مع بواسل الجيش العربي السوري التي قامت بإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه البلدة. أنا من قرية الحيدرية. نحن تعرضنا لحصار دام 25 يوم. بعد فترة تم علينا هجوم مجموعات مسلحة وتهجيرنا من الضيعة. طبعا فترة الحصار كأنها امتحانات. أنا طالب جامعة بدرس هندسة اتصالات. تم تهجيرنا من الضيعة ومنعنا من تقديم الامتحانات. حتى هذا الطريق شايفينه ما كنا نقدر نقطعه من الشرق للغرب بسبب القنص. كان يجينا القنص من جهة ثروات هناك. طبعا ما قدرنا ولا مرة نحدد مكان القناص. صار عندنا ضرب كثير، تمرق فترات طويله يضرب علي هاون على الضيعه، قذائف صاروخيه، حصار دام حتى الخبز احيانا ممكن نضل الضيعه بلا 3 ايام بلا خبز. فصار عندنا نقص بالمواد الغذائيه بالمواد الطبيه، قطع الطرقات، تم قطع الكهرباء علينا من قبل المجموعات المسلحه. وصلنا الى بلده عش الورور التي دخلها بواسل الجيش العربي السوري صباح اليوم. نحن نقف امام جامع البلده التي قام العصابات المسلحة بالاعتداء على هذا الجامع. أيضا هذا الطريق يصل أو هذا المحور إلى بلدة البويضة الشرقية والتي تعتبر أبرز معاقل الإرهابيين المرتزقة. أيضا بواسل الجيش العربي السوري عم تقوم بملاحقة الإرهابيين. الأمن والاستقرار يعود إلى ربوع قرى الحيدرية وعش الورور وأدمينة الغربية بعد دحر الإرهابيين، ويواصل أبطال الجيش العربي السوري ملاحقتهم لفلول الإرهابيين حتى محيط مدينة القصير. لأخبار التلفزيون العربية السوري، معين درغام، ريف القصير.